شايف حملة ده اهم تمرد، حاجه. شايفها مكملة ازاي يعني؟ لا حملة تمرد ضربت سقف ال 4 مليون لحد دلوقتي. 4 مليون؟ انا عندي احصائية من يومين انها كانت 8 مليون. لا لا انا ما اعرفش، انا الرقم اللي عرفته طب من ايه وضع الحملة دي قانونيا يا استاذ امير؟ لا لا مش مهم وضعها قانوني. يعني دي حملة سياسية، حملة احتجاج، حملة توعية، حملة اعلان موقف. وخدي بالك انه الناس الشوارع بيجمعوا التوقعات بشكل مذهل بيحشدوا ومدهش، والناس كلها مشاركه في الموضوع، وده في حد ذاته هو النصر بتاع الحركه، مش الوضع القانوني. مش مهم الوضع القانوني لانه انت عارفه القوانين لكن ملهاش سند قانوني. افرض ان هي وصلت ل 15 مليون زي ما كان المفروض، هل ساعتها ايوه ده اعلان استفتاء شعبي استفتاء شعبي اكثر منه موضوع قانوني. لكن بوصول لعدد كبير ده ممكن يهز جدا المركز بتاعه، ويتم مثلا يبقى مخلوع نمبر 2 سون، يعني يبقى بسرعه جدا ان هو يكون هو كمان. والله انا اتوقع انه لما تستكمل التوقيعات وتصل الى الرقم اللي حضرتك دي، انه وارد ان يبقى فيه بقى نزول لكل الموقعين الى الشارع او نصهم او ثلثهم، يبقى ساعتها احنا بنستكمل الحلقه الثانيه من الثوره، وبالتالي ده اهم جدا من القانون. احنا ما وقعناش مبارك بالقانون، احنا وقعناه بالثوره الشعبيه، فاحنا في اتجاه الثوره الشعبيه باذن الله.